هذا واحد ايه؟ تزوج له ثنتين ممتاز وكان عادل بينه يعني ايه؟ في المال وبلك والملابس كل شيء عادل بينه. فسبحان الله بعد مدة مات الثنتين بنفس اليوم. لا إله إلا الله. وكان الرضيات عليه وماتن في نفس اليوم. ايه ماتن وهو الرضيات عليه. ايه ما بقي شيء. ما شاء الله تبارك. ايه؟ فقول الحمد لله. ايه والله ما بقي إلا الغسيل ايه والصلاة والدفن. الله أكبر. خلاص غسلهم مع بعض ما شاء الله وصلى عليهم مع بعض الله يرحم. إلا يوم جاء بيطلعهم من المسجد. ايه أثر ما في إلا باب واحد. باب واحد قالوا ما في إلا باب واحد ولازم وحدة تطلع قبل. قال ما يمديهم يطلعون مع بعض. قالوا لا. فتورط كيف يعدل بينه. والله مشكلة. اي والله. وقال لازم تفتحوا لي باب جديد. قال يا ابن حلال قال آخر يوم خلوني أعدل بينه. وافتحوا باب جديد. راحوا افتحوا باب جديد وطلع الثنتين سوا. ما شاء الله تبارك. ودفن الثنتين سوا. الله أكبر. ورجع للبيت مرتاح. الله. وبعد كم يوم جيت وحدة بالحلم. جيت بالحلم. إيه. قالت يلي ما تخاف الله. أفهم. نطلعها مع الباب الجديد وأنا مع الباب القديم. حسبي الله عليك. والرجاء جيت جلطة خلاص. حلف إنه ما يتزوج ولا مرة بعدها. مسوي عادل هو. إيه قلت يا مسوي عادل ها طلعني مع الباب القديم.